اللي هي فهم الجماعه والساكنه الى غير ذلك. نرجعوا لهذه النقطه ديال 67 القانون كما قالوا الاخوان، يعني خص الانسان انه يكون توصل يعني باستدعاء بجميع الوسائل المتاحه. دابا حنا وصلنا الجماعه اخرى مشات للايميل والواتساب الى غير ذلك، عاد نزيدوا ذاك الملف كيمشيو لك. هذه مهمه. وبالنسبه لذاك العضو فعلا واش توصل ولا ما توصلش، عنده الحق يدافع على راسه ومبرر انه ما حضرش علاش كان مريض كان مسافر كان هذا كان هذا، هذه من حقه. انا اللي ما توضحليش السيد الرئيس، انت بما انك درتي الاقاله ديال الاعضاء يعني راك عارف هذا الاعضاء اللي غادي يتقالوا شكون هو، يعني واش جوج ثلاثه اربعه الله اعلم شحال، يعني راه عندك لا سيتياسيون ديالهم اكزاكت بالضبط شحال عندهم متغيب، ثلاثه متتاليه او خمسه متفرقه، يعني بلا ما يمشيو عاد الاخوان يقلبوا في المحاضر القديمه، راه محطوطه لا سيتياسيون ديال هاد الاعضاء اللي غيتقالوا حاليا. راه واضح لو ميساج، ماشي عاد نرجعوا على الدورات ولا البيبي عاد يقلبوا اللي عندهم يعوضوا اللي ما عندوش. دابا الاعضاء كلشي متخوف السيد الرئيس، الله يرحم لك الوالدين السيد الرئيس، في هذا النهار الجمعه شنو كان المانع على خليتي المجلس استمر بجميع الاطياف ديالو ما تقيل حتى واحد؟ شنو خسروا عليك هاد الاعضاء مثلا؟ كاين اللي مسكين ما كيهضرش كاع، اللي يجي هو داير يديه على ثلاثه كيخرج عمره ما هضر، وكاين اللي كاين ثلاثه ولا خمسه اللي كيناقشوا، يعني هذاك الناس اللي مساكين جالسين غير كيجي يسني وكيبقى يتفرج وكيهز ديك الصوت حتى ديك الصوت، شنو خسر عليك انت؟ لقى ذاك العمر مسكين عنده هنا القبائل، حنا سيدي كي معروفه بالقبائليه، صور هذاك القبيله سلطات على ذاك الشخص وغادي انت تقيلو من المجلس، انت رايي هذا ذاك العمر، بغض النظر انا مع تطبيق القانون، انا ماشي ضد القانون، الا كان القانون كيطبق مرحبا ولكن على الجميع. والقانون فين يطبق السيد الرئيس؟ يطبق في الشموليه ديالو ويطبق في المسائل الايجابيه. انا ملي ذكرت قلت لك انك تصيفط لي ورقه اخرى ولا ما تصيفطليش الميل باش نطلع عليه اللي غناقشوا معاه ونوجد ونقادم، جيت انا رافع عن الشان المحلي في تدبير الشان المحلي والنقاش العمومي نرفعه لفوق ما يرضش لتحت، علاش ما توصلش انا بالوثائق من 10 ايام ديالي حتى انت دابا انت تصويت وانا عاد كنقرا كنطلع على الملفات وعلى الاتفاقيات، شنو المانع؟ علاش القانون ما يطبقش في هذه المسائل الايجابيه باش نمشيو لفوق؟ علاش كيمشي غير السلبيه؟ هذوك جوج ولا ثلاثه غتقهروا مسكين قالوا هذا القبيله اليوم كلها غتهضر على شكون اللي تقال وشكون اللي ما تقالش، علاش السيد الرئيس شنو المانع؟ شنو المانع علاش؟ واخا شحال دابا 140 هذا، لان السيد وزير الداخليه فرض على الجماعات التقشف في الميزان، لان جائحه كورونا دابا المغرب ودابا العالم كله خص كلشي يدخل في اطار التقشف، حنا اصلا المدرسه ما بقاتش والمسائل ما بقاتش في هذه الست شهور كلها مشاو ثلاثه دابا، في حين الطوموبيلات حدث ولا حرج، انا الصخيرات تمارا الجماعات انسنا الناس مخارجه يديها وكتدور تسالا في الطوموبيل والكاسوال كيحرق، اخر اسبوع طلع عندك ملعب من الطوموبيل، حرام هذا راه المال العام، نحافظوا شويه على داك الشيء اللي هذه 170 كتكون غير 100 مليون، ديك 70 مليون مشاو ديروا فيها شي مشروع اخر، هكا عاد المتجولين اللي مازال يعانوا، الشباب ما عندنا لا ملاعب ما عندنا حتى حاجه، راه حنا ما درنا حتى حاجه في هذه الجماعه باش نكون واضحه معك السيد الرئيس، شي حاجه ساكنه تستافد منها كفئه فقيره هشه عندها مشاكل، هذيك القفوه حديت ولا حرج، راك تبعتي الخروقات اللي وقعت فيها. وبالنسبه للجائحه كنعاود نرجع ونتمم شكرا للسلطات الضرر بالقوات جميع رجال الطب والصحه اللي باقي دابا صاهرين على انجاح هاد التدابير في اطار الجائحه. الناس ديال التعليم تحيه لهم اللي تابعوا مع وليداتنا عن بعد باقي لغه ترابيه كتنتمي للدوله المغربيه، راه ماشي ديال واحد، هذه راه ماشي شركه ولا مؤسسه خاصه، راه خصنا نشاركوا الجميع، حنا راه تاخذونا الناس 35 عضو خصها كلها تكون على عين وتساهم وتكون مقاربه تشاركيه، يكون التواصل مفتوح، نصمتوا الشكايات، نصمتوا ذاك المواطن اللي كيعاني مشى ثلاثه الناس ما مات بالجوع ما بقات ما تاكل، في حين هذيك القفوه حديت ولا حرج داك الشيء اللي وقع فيها. راه هادشي كيحز في النفس، والله الا كنهضر كنهضر بآلين ديال الناس اللي كيجيو يدقوا عليك يوميا الدار يقولوا شنو درتي لنا، غير هاد الشهر غير مع الدخول المدرسي، كلشي جاي يدق على السيدة شنو درتي لنا في النق؟ السيد الرئيس ما كاينش، هادي عام باش قلت لك النقطة في النق، عندنا مشكل في النق، راه الطوميس ما كيدوش في الجهة العليا كلها ديال تنصنع، أنا وبلادنا كيضربوا 3 كيلومتر باش يوصلوا للنجاح يركبوا في الطوميس ديال 3 و 4 و 8، علاش أنا ما نحقيش النق اللي يدوز من حدا داري؟ ما نحقيش نستافد من الطوميس، شنو بعد الشركة المفروض ليها يا رجال؟ خصها تتلبي الحاجيات ديال المواطن، علاش ما تدوش عندنا في نظرك؟ أنا حسبت لك من الرايح بالمجد والرايحين والسودية واليسر والكنز وديال المنصور، حسيت شحال تكون من الناس هما، ولا نمشيو حنا معايير سياسية هذاك مشجل هذاك ما مشجلش، راك رئيس ديال الجميع السيد الرئيس، اللي صوت عليك واللي ما صوتش عليك، حتى اللي ما صوتش عليك خصك
الاخرين مازال جاي جديد. مع الاسف السي الرئيس هذا الشيء فيه نقص كبير. بالنسبه للائحه ديال العراضيين قلتها هذه عام وما تفصلش بها. في حين حنا الناس اللي كانوا معنا كلهم مشاو للشركه، الشركه دابا خلاتهم كيحبوا. عطيونا هاد الناس العراضيين فين كيشتغلوا في الجامعه، انا لا علم لي فين كيشتغلوا. وكان حويجات اخرين خلاص بالنسبه للدعم وزير الماليه وزير الداخليه راه قال لهم بان راه غادي يسحبوا المسائل هذه ديال الدعم ديال الجمعيات اكسترا. ما يمكن ليش نقرا لها 30 ورقه